10 بتوقيت جرينتش، الثانية 10 ظهرا بتوقيت القاهرة. نشرة إخبارية جديدة من دي أم سي، أهلا بحضراتكم. تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر يناير الماضي. وأثنى رئيس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات وتعاملها الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحي وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. وأكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل رفع المعاناة عن المرضى وذويهم وتوفير كافة سبل الدعم الممكنة لهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة لجميع المصريين. في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، انطلقت فعاليات التدريب البحري الدولي إيماكس CE22 والذي يستمر لعدة أيام بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر بمشاركة القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية. ويعد التدريب من أكبر التدريبات البحرية الدولية المشتركة في العالم والشرق الأوسط، حيث يشارك بمركز القيادة المشتركة للتدريب بمملكة البحرين 51 دولة. ويشهد التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية النظرية والعملية بغرض توحيد المفاهيم البحرية بين الدول المشاركة، فضلا عن التدريب على مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية وتنفيذ إجراءات الأمن البحري وتأمين سفن ذات الشحنات الهامة، بالإضافة إلى مكافحة الألغام البحرية والتدريب على أعمال القيادة والسيطرة والتدريب الطبي. رصد تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المشروعات الكبرى التي نفذتها مصر في مجال الطاقة على مدار 7 سنوات خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2021، والتي تحولت مصر من خلالها من العجز في الكهرباء إلى فائض يسمح بالتصدير، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي بين مصر ومختلف مناطق العالم لتتحول إلى محور للربط الكهربائي بين القارات. خلال 7 سنوات تحولت مصر من العجز في الكهرباء إلى فائض يسمح بالتصدير، وذلك من خلال المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة في هذا المجال باستثمارات بلغت 355 مليار جنيه. وبحسب تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فقد شهدت الفترة من عام 2014 إلى عام 2021 إضافة نحو 30 ألف ميجا وات قدرات كهربائية بعد الانتهاء من تنفيذ أكثر من 30 محطة إنتاج طاقة كهربائية ومجمع بنبان للطاقة الشمسية، حيث وصل فائض الكهرباء عام 2020 إلى 13 ألف ميجا وات بعد عجز يقدر ب 6000 ميجا وات عام 2014. التقرير رصد أبرز المشروعات التي تم تنفيذها لتطوير قطاع الكهرباء، وعلى رأسها 3 محطات لشركة سيمنز بالعاصمة الإدارية وبني سويف والبرولس باستثمارات 6 مليارات يورو وقدرات 14000 ميجا وات، إضافة إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية بتكلفة 2 ملياري دولار وقدرات 1465 ميجا وات. كما تم تنفيذ 3 محطات لإنتاج الكهرباء بتكلفة 580 مليون يورو وتحويل 5 محطات توليد كهرباء تعمل بالدورة البسيطة إلى الدورة المركبة باستثمارات 27 مليار جنيه. واستعرض التقرير مشروعات الربط الكهربائي مع دول إفريقيا، ومنها خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان وخط الربط بين مصر وليبيا بقدرة 150 ميجا وات، فضلا عن مشروعات الربط مع دول آسيا، ومنها خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية باستثمارات 1.8 مليار دولار وخط الربط الكهربائي مع الأردن بقدرة 450 ميجا وات. وأشار التقرير إلى دراسة مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان باستثمارات تقديرية 3 مليارات دولار، لافتا إلى إشادات المؤسسات الدولية بمشروعات الربط الكهربائي وتوقعاتها بأن تصبح مصر واحدة من أسرع أسواق الطاقة المتجددة نموا في المنطقة خلال السنوات العشر القادمة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء. أهلا بحضرتك يا دكتور.
اهلا بيك يا فندم، تحيات حضرتك وتحيات المتابعين الكرام. اولا حتى نتخطى مرحله العجز في الكهرباء الى توفير الفائض الذي يسمح بالتصدير، حدثنا عن المشروعات الكبرى التي نفذتها الدوله سواء فيما يتعلق بمحطات انتاج الطاقه الكهربائيه او المشروعات الضخمه مثل مشروع بنبان. هو طبعا الطفره الكبيره اللي تمت في قطاع الكهرباء يعني كانت الركيزه الاساسيه هو الدعم القوي والكبير من القياده السياسيه لهذا القطاع الحيوي وابراز اهميته في ان هو يعتبر امن قومي، وعلشان كده هو ده مش مجهود فقط لوزاره الكهرباء فقط، ده وزاره الكهرباء والبترول والدفاع والقوات المسلحه والتعاون الدولي والماليه، يعني جهات كتير جدا أثمرت عن إن إحنا في خلال الفترة السابقة دخلنا أكثر من 28 ألف ميجا وات في فترة بسيطة جدا، من ضمنهم ثلاث محطات عملاقة دخلت في سنتين ونص، برغم إن هي المحطة الواحدة في يعني المعايير العادية بياخد من 4 لـ5 سنين، ثلاث محطات عملاقه في البرولوس والعاصمه الاداريه الجديده وبن سويف بكفاءه عاليه جدا، بالاضافه الى محطه بنبان للطاقه المتجدده. كمان في نفس الوقت الاستراتيجيه الواضحه لزياده مشاركه الطاقات المتجدده اللي وصلت حوالي تقريبا 20%، ان شاء الله متوقع في على منتصف 2023 تصل هذه القدرات المركبة. ربما هذا الفائض أيضا مكن مصر من الدخول في مشروعات ربط كهربائي مع الدول المجاورة، جدوى هذه المشروعات؟ وطبعا بتعود بالنفع على كل الأطراف، أولا طبعا مورد مهم جدا للاقتصاد المصري لنعتبر تصدير للطاقة الكهربية، كمان في نفس الوقت استقرار للشبكات شبكة الكهربية، بالإضافة إلى يعتبر كوريدور أو محور إقليمي للمرور الطاقة سواء من يعني ثلاث قارات، عندنا ربط ما بين أفريقيا أو آسيا وأوروبا، وزي ما حضرتك أشرتي أوروبا مهتمية جدا جدا بالحصول على الطاقة وخاصة من المصادر المتجددة، وأفريقيا غنية جدا بهذه بالإضافة الطاقة. طبعا للمشروعات الواعدة للربط بين مصر وقبرص واليونان كهربائيا. شكرا جزيلا دكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء. أهلا بحضراتكم من جديد، ونستكمل نشرتنا الإخبارية على دي أم سي. أعلنت وزارة التموين عن تخفيضات بمعارض أهلا رمضان على كافة السلع بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30%، موضحة أن 1350 مجمعا استهلاكيا ستشارك في المعرض المزمع إنشاؤه في كافة المحافظات. وقال وزير التموين علي المصلحي إن مراكز حياة كريمة سيكون لها نصيب من تلك المعارض وبتخفيضات كبيرة، موضحا أن الوزارة ستعيد تجربة إصدار الكوبونات هذا العام كما حدث في الأعوام السابقة، وكذلك الشنط الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30%. قال وزير البترول طارق الملا إن صادرات صناعات البتروكيماويات والكيماويات والأسمدة ارتفعت خلال عام 2021 إلى حوالي 6 مليارات و700 مليون دولار، بزيادة نسبتها 45% عن العام السابق، حيث استفادت بقوة من توافر الغاز الطبيعي المدخل الرئيسي لتلك الصناعات. ولفت وزير البترول إلى تنفيذ مصر عددا من مشروعات القيمة المضافة، منها مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجمع العلمين، ومشروع إنتاج الألواح الخشبية، ومشروع مجمع وادي السيليكون، وغيرها من المشروعات المهمة التي يحتاجها السوق المحلي والتصدير، والتي يتم الإسراع بتنفيذها لتدخل على خريطة الإنتاج في التوقيتات الزمنية المحددة لها. أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق 3 قوافل طبية مجانية في المناطق النائية اعتبارا من اليوم وحتى غد الأربعاء ب3 محافظات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضحت الوزارة أن القوافل الطبية تضم جميع التخصصات الطبية، منها الباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية والنساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية بالمجان.
أعلنت وزارة الصحة عن خروج 2147 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 374479 شخصا وخروجهم من المستشفيات. وذكرت وزارة الصحة في بيانها اليومي أنها سجلت 2272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، لافتة إلى وفاة 57 حالة جديدة. وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية دكتور محمد عوض تاج الدين. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا أستاذ إيمان. أولا، زيادة يومية نلاحظها في أعداد الإصابات، صحيح أنها زيادة ليست بالكبيرة إلا أنها بالتأكيد تعطي مؤشر. ما هو الوضع الوبائي الحالي، وهل نحن الآن في ذروة حالات الإصابة في موسم الشتاء؟ حضرتك، احنا في يعني تلاحم او يعني تواصل ما بين الموجة الرابعة وزيادة في الأعداد مستمرة، وده طبعا بقى له فترة، وده نتيجة لوجود المتحور الجديد أوميكرون. نعم. مع متحول دلتا، يعني هم الاثنين دول اكثر اثنين موجودين حاليا في الوضع الوبائي. وزي ما حضرتك قلتي، هناك تصاعد في عدد الحالات، وطبعا في هذه الموجات او في التحورات الجديده او المتغيرات الجديده بيحصل تصاعد مستمر في عدد الحالات لغايه ما نوصل الى يعني عدد ثابت في عده ايام ثم يبدا الانخفاض. نعم. لما حقيقة ما زلنا الوضع الوبائي بيشهد زيادة في هذه الحالة. إلى أي مدى ساهمت النسبة المتزايدة من الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا في السيطرة على الفيروس، سواء فيما يتعلق بشدة الإصابة بها أو فيما يتعلق حتى بالأعداد، وإن كانت في تزايد إلا أنها لا تزال تحت السيطرة؟ أنا هشرح لحضرتك هذه القضية. هو طبعا الفيروسات بصفة عامة بما فيها الفيروس الجديد هو فيروس كورونا المستجد ومتحولاته الكثيرة بيشهد بعض الخصائص اللي احنا فعلا بنشهدها علميا وطبيا على أرض الواقع. نعم. هذه الخصائص هو كل ما الفيروس يقعد فترة، سواء الفيروس الأصلي أو متحولاته، كل ما يبدأ الجسم يقاوم هذه الفيروسات تبدأ الفيروسات في حالة تحور مستمر لمقاومة، أو بالضبط احنا بنسميها علميا للتهرب من هذه المقاومة بتاعت الجسم. نعم. وضيف إلى ذلك، معلش أقول لحك النقطة دي تاني اللي حضرتك كلمت عليها، طبعا منظومة التطعيمات أو إعطاء اللقاحات زادت جدا الحمد لله، وغطت عدد كبير من السكان، وعندنا متوفر وبيجينا أيضا في تدفق لهذه اللقاحات. كل ما الجسم ايضا بيكتسب مناعه، سواء المناعه الطبيعيه او المناعه الناتجه عن الاصابات او المناعه الناتجه عن التطعيمات، كل ما الفيروسات تبدا يبقى في تحورات اخرى لمحاوله التهرب من هذه المقاومه. نعم. هل حضرتك سؤالك، هل اثرت هذه اللقاحات في نوعيه الاصابات الظاهره اللي موجوده اللي احنا شايفينها حاليا ورصدناها علميا وطبيا ووبائيا؟ إن حضرتك الفيروس الجديد إصاباته كبيرة أو عدد أكثر. نعم. ودي رصدت عندنا في العالم، يعني عدد الذين يصابون من المصاب وصل إلى في المتوسط من 14 إلى 17 حالة. نعم. معنى كده إن الأعداد هتزيد. نعم. وطالما زادت الأعداد يبقى متوقع، رغم إن الإصابات معظمها بسيطة، معظمها تعالج منزليا. نعم. معظمها لا تحمل مشاكل على الجهاز التنفسي السفلي اللي هي رئتين، انما ما زالت طبعا في نسبه مئويه قليله صحيح، لكن موجوده قد تحتاج لدخول المستشفيات او رعايات المركزه او التنفس الصناعي. في هذه الحاله، الى اي مدى الدواء المضاد لفيروس كورونا يمكن ان يثبت هنا فعاليه؟ حضرتك، الفعاليه بتيجي من ثلاث حاجات. انا هجاوبك على نقطه الدواء. نعم. الفعاليه بتيجي نمره واحد من الاجراءات الوقائيه والاحترازيه، ودي تبقى في المقدمة وبنؤكد عليها وبنطالب إعلاميا أن نعمل نوع من الستريس أو التوعية بهذه النقطة. النقطة الثانية هي اللقاحات التي تساهم كثيرا في الحد من المشاكل.
الادويه الجديده حضرتك مع ادويه اخرى قديمه ما زالت فعاله بتساهم في تحديد يعني تقليل، انا بحط هنا نقطه ثلاث خطوط تحتيها، تقليل حده الاصابات او شدتها، وهي اصلا لا تستخدم الا في الحالات البسيطه او البسيطه الى متوسطه، والتي تعالج خارج اطار المستشفيات. يعني لو المريض دخل المستشفى هذه الادويه غير مؤثره. الادويه دي لها استخدامات معروفه، يكتبها الطبيب بتذكره طبيه، تصرف من اماكن معينه لبعض الحالات وليس لكل الحالات. انما حضرتك يا استاذ ايمان باكد لسيادتك ان هذه الادويه ولا اللي قبليها تغني عن الاجراءين الاوليين اللي انا قلت لحضرتك. بالتاكيد بالتاكيد. جزيل الشكر دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية. أعلنت وزارة التعليم أن نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائية سيتم إعلانها في شكل تقديرات، وأوضحت أن درجة الطالب تحسب في المقرر الدراسي الواحد للفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات التي أدها الطلاب والمهام الأدائية والدرجات المواظبة، مشيرة إلى أن مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة وتعطى للطالب في صورة ألوان. يبدأ وزير خارجية النمسا وسلوفاكيا واتشيك اليوم زيارة المنطقة المتنازع عليها في شرق أوكرانيا والعاصمة كييف. وقالت وزارة الخارجية النمساوية إنه من المقرر أن يعقد الوزراء الثلاثة عدة اجتماعات مع الرئيس الأوكراني بهدف إرسال إشارة قوية لتضامن دول وسط أوروبا في ظل تصاعد التوترات الحالية في أزمة أوكرانيا. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن التوصل إلى اتفاق في المحادثات النووية الإيرانية في فيينا أصبح في متناول اليد، مطالبة بالإسراع في استكمال الاتفاق نظرا لتطوير طهران قدراتها النووية. وأوضحت الخارجية أن هناك اتفاقا محتملا يتطرق إلى المخاوف الأساسية لجميع الأطراف، لكن إذا لم يبرم في الأسابيع المقبلة فإن التقدم النووي الإيراني المستمر سيجعل العودة إلى اتفاق 2015 شبه مستحيلة. هذا وتستأنف اليوم الجولة الثامنة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في العاصمة النمساوية فيينا في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة للتفاوض مع إيران بشأن الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات المفروضة عليها جراء الانسحاب الأمريكي عام 2018. في محاولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، تستضيف العاصمة النمساوية فيينا من جديد جولة مباحثات لإنقاذ الاتفاق، مع تأكيد طهران على أن نجاح التفاوض سيكون رهن الإجابات التي سيحملها الوفد الأمريكي. وتهدف المباحثات لإعادة واشنطن إلى الاتفاق الذي انسحبت منه حاليا عام 2018، كما تبحث رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران في مقابل عودة الأخيرة لاحترام التزاماتها النووية التي بدأت تدريجيا التراجع عن غالبيتها بعد خروج واشنطن من الاتفاق. وفي أواخر يناير الماضي تم تعليق الجولة الثامنة من المباحثات بهدف عودة الوفود إلى عواصمها للتشاور، مع بلوغ مرحلة تتطلب قرارات سياسية من إيران والقوى المنضوية في الاتفاق، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين. الاتحاد الأوروبي من جانبه قال إنه من الطبيعي أن تتوقع إيران اتخاذ القرارات الضرورية من الجانب الآخر، خصوصا في واشنطن، مضيفا أن ثمة مسائل مهمة مطروحة على جدول الأعمال لا يمكن حلها من دون قرارات سياسية. وتشدد طهران على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق والتحقق من ذلك عمليا والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأمريكي. في المقابل تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق. وأتاح اتفاق عام 2015 رفع العقوبات عن إيران مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان عدم سعيها لتطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه طهران بشكل دائم. يلتقي فريق الأهلي اليوم فريق بالميراس البرازيلية في نصف نهائي النسخة 18 من كأس العالم للأندية في أبوظبي. ويسعى الأهلي بطل إفريقيا خلال اللقاء إلى فك عقدته في مونديال الأندية لكرة القدم وبلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه بعد أن تجاوز مونتيري المكسيكي في ربع النهائي،
حيث تعد هذه هي المرة الرابعة التي يبلغ فيها الأهلي دور الأربعة للمسابقة العالمية للأندية. في محاولة للتخفيف عن الأطفال المصابين بالسرطان ودعمهم نفسيا، أطلقت إحدى الجمعيات الخيرية في الأردن مبادرة لتعويض الأطفال عما يتعرضون له من سقوط الشعر خلال رحلة علاجهم وتوفير شعر مستعار لهم من خلال تبرع الراغبين بخصل من شعرهم، كما تضمنت المبادرة معرضا لإبداعات الأطفال الفنية. الفن في مواجهة سرطان الأطفال، مبادرة أطلقتها إحدى الجمعيات الخيرية في الأردن للتخفيف عن الأطفال المصابين بالسرطان. المبادرة التي حملت اسم حرير غير هادفة للربح تتضمن دعم الأطفال نفسيا وتعويضهم عما يتعرضون له من سقوط الشعر خلال رحلة علاجهم. وفي هذا الإطار جاء المعرض الفني الخيري الذي نظمته المبادرة في العاصمة الأردنية عمان بهدف توفير الشعر المستعار للأطفال المصابين بالسرطان من خلال تبرع الراغبين بخصل من شعرهم لتوفير الدعم المعنوي للمصابين خلال فترة العلاج. المعرض لم يقتصر دوره على دعم الأطفال المصابين بالسرطان فقط، بل امتد ليشمل كذلك دعم الأطفال المعاقين والأيتام من خلال إتاحة الفرصة أمامهم لعرض إبداعاتهم وأعمالهم الفنية والتعبير عن أنفسهم من خلال الفن. كان من الأطفال ذوي الإعاقة، داون، الأيتام، أطفال السرطان، وكمان نفس الوقت رح يكون عندنا تركيب باروكة الأمل في داخل كل معرض عم نعمل حرير. ومن أهداف المجتمع المحلي والطفولي والشبابي أنهم يمارسوا بهذا العمل والعطاء، مش بس لوحة إنها تساهم فيها، لا، اليوم عم برسم وبساهم فيها وخدها معه. فمن هدف اللوحة أن يكون نصنع أكبر عدد ممكن من بوريك الأمل ونوزعها على الطفل المريض بشكل مجانا. كما يؤكد المسؤولون عن المبادرة أن التعامل مع المرضى المصابين بالسرطان لا يقتصر على تقديم الخدمات الصحية المتطورة من علاج وأدوية وخلافه، وإنما يتطلب العمل على تحسين حالتهم النفسية، والذي يعتبر ضرورة مهمة في نجاح العلاج. أسر الأطفال مرضى السرطان وذوي الهمم لها دور كبير في دعمهم، ومن هنا تأتي مشاركتها في المعرض الفني في ظل تأكيدات من المتخصصين أنه كلما شعر الأطفال بتضامن أسرهم وأفراد المجتمع معهم، كلما زادت قدرتهم على تحدي السرطان والشفاء منه، وهو ما يعتبر أحد الأدوار المهمة التي يمكن أن تقوم بها منظمات المجتمع المدني. ختم نشرتنا الإخبارية، شكرا لكرم المتابعة.